بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رئيس دورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية التونسية الشقيقة، رئيس دورة سابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. مدن مدحوينه عبد المجيد تبون مدحوينه جمهورية الديمقراطية ولالها نهاية ألجيريا أهن قدوميها ميرتدى كوبية صدناديا جامعادة عربتا. مدن مدحوينه قيس بن سعيد مدحوينه جمهورية دان ولالها نهاية تونسيا أهن قدوميها ميرتدى صدناد جامعادة عربتا. مدحدة أميردة بقردة إيه قامياشة كالدوان. مدن أحمد أبو القيد حضيها جامعادة عربتا مروي يا مدن ايال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء ولا ليال، وحشرف يا هنا مانت إذن كلاس وقيب قالوا شركا وقوه الرين وحن إذن لو ذاك يا سلام ديرنا وإن كيسيدو شعب كيغا الصوماليات وأي شرف إيتهاي إن المركله قاميو شعب كيغو حيوها القميان سيدي أي حسلوني يهرو مر وقاري لهايين كديب سندا بدن أو يدقال كل ترين كوحا أرجع حسدا أه يقول لي باتدا بدن جود هان قاردة أفريقيا. كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية الجزائرية. سيدو كلي وحن بقاعدين يم هاد علن ودريا جمهورية دا ألجيريا شعب دولة يم دحوينبة سيدي نوما موسين مرتقات كيسو دوين تديرن إنه أولا وداغينا حنباليكو أهدان سندقورة دالكودا. مدحوينة قيس بن سعيد وقدومينا يمرتدي صدناد يقولها جامعادة عربتا وحنكبو قادينا يقو آندي وحكو أولكا أها إلا قاتيم مدداس تاسي أوكر وقادي وحوضا قبسيقا هير عربيد إيحو چينتا إسكاشيقا. مدن أيال يمروين شركان وحو إيمانيا حل منطقة دا عربيد يسوفود سارين لباتوين يعقبدا كالدوان وهاليسكو آه أمنيغا حاسلوني دا دلال كينا يقودهان عالمكا عقبداها كالا شيع دوركي صفمركا آها إيه كرونا يسامين تحيصد دا كالوسان دلال كالروشكا إيه يوكرين لمان تدو وحاي عليسيان دلال كينا غارهانا وحاي سببين عمتياري تاسي وحاي نوغس بيسا إنان ديبو آبابلنا إسكاشيغا إيه وحوضا قبسيغا هير عربيد غارهانا قرشياشكو آدن هرومركا يا حقي كنت تلابوين دبا وان كو وجهي نو ديباتوين كا انغو خيران. مدن ايال يمروين مركي ان كهدلو سوماليا وحا شرف يا هين ديبلي يغو دورتي مركي لباد حلك مدحوينها جمهوريه فدرالكا سوماليا يدو امركي ان تلد لا وريغي ان خوغا ساري دغالكا كدنكا ارغي خيسدا او ان دور جوها كبلاوني دنكا دقالها فكركا يا فريمها دغالكا يدو ان سيدو كلا لا تعالينو أبارو إيه عن تيري دولة دا فدرالكا الصوماليا وحا يكو هولان تهي سيدي أيغا قد بلهيد عقبادها إيه دباتوين كأمني لقالي إيه سياسة ديد إيه كده شي كوحاها أرقق حسادا آه أباراها صون نغ نغدي إيه كده شي يزبدل كعملة دا كوحدا أرقق حسادا آهي الشباب وحا يعقباد وين كود تهي هرو مركا إيه حسلوني دا الصوماليا مدد دي دور يطمانك سنة آهي دي اللصور دافي إيه دا أمان تاين كو قولي سني إنا ينوو يقنو أودو دا دقالي عيدان إيا فكر كوحدان أرقق حسادا آه كوحدا أرقق حسادا آهي وحا يكو سنتان تهي دادين تديق شعبك صوماليات إيا فلالك أرحان درادا آه أو يقودن بيسي قرحيا دي أرقق حسانيمو إيا تدبات كان إيكاق إستيان مقالة دا مقدشو تاسي أو يكون نفوايين إن كبادان بقول موادين أو صوماليات حالك داو عناكرو دافي صدح بقول أوقوف قصارها دقالي إيسو غاري داد كيغانا ملايين ايو غاريا ان كستو يسي تبر يران ايسو ارقق حسادو لغونا چبيه فريما حد دقالكا او عيدما دا صوماليات ايه جيسياش اه ايه ساحيبا دا عالميقا اهي قولا لطابا كرا غارين حدنا ولي وحانو باحانا هاي غرابستاق ايه اينا دقعان وينكا جيساتان دولة ديسكا صوماليا ايه دقالكا كدنكا ارقق حسادا دين عفينتا هرومارنتا كابياشا دقالها مالغشيقا قيراتكا دالكينا سيدا حولها بيرها إيه كاللونكا ما دام الصوماليا إليه ده هاي قيرات كفلان إنه يحال النقدان حالة ده هادق إيه كدشي عن تيريده وصبابي دقال كالروشكا إيه يقرين.
مدن يالي مروين مدحدا كلا دوان قرشها ان كو وجهي نكو حدا ارغغخيسدا اهي وا من صدح وجيله دغال ميلتري او ان كو خوريناي نو ديغانادا اي جوغان دغال دقاله او ان كو خورياميناينو الها دقاله اي مالغلينتا ارغغخيسدا غودها اي ديبدا اي دغال كدنكا فكركا غوراعن اي حق جيرنيمدا iyadoo aan daaha ka qaadeyno been abuurka ka dhanka ah diinteena suuban iyo ficilada qaldan ee aan meelna ka soo gelin diinta islaamka dagaalkan ay ku jiraan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada waxay u baahan tahay awood lagu xaqiijiyo hiigsiga aan uga goleenahay hiigsigaasi oo ah xaqiijinta Soomaaliya oo aan argagixis joogin xasilooni iyo amni ah heshiis ah dunidana heshiis la ah doorkeeda firfircoon ee soo jireenka ahna kule heer carbeed heer gobol iyo caalamkaba mudanayaal iyo marwooyin madaxda kala duwan dhanka dhaqaalaha waxaan sameeyney dib u habeyn ballaaran inaga oo jeexnay qorshayaal la jaanqaadaya hanaanka iyo halbeegyada caalamiga ah sidoo kale waxaan meel fiican maraya qorshaha deen cafinta iyadoo ay caqabado jiraan maadaama deynta caalamiga ah ay caqabad ku tahay maalgashiga iyo abuurida fursado shaqo Soomaaliya maanta waxa ay baahi weyn u qabtaa taageero carbeed oo dhab ah oo ku wajahan deen cafinta sababtoo ah deynta qaybta ugu badan waxa iska leh dawlado iyo maalgashadayaal carbeed oo aan ka rajaynayno inay naga la qayb qaataan cafinteeda inaga oo hoggaamiyasha carbeed ka rajaynayna inay naga la qayb qaataan wada xajoodyada hay'adaha iyo bangiyada caalamiga ah ee deynta kula Soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin hoggaamiyaal Soomaaliya waxa ay ku tilmaaman tahay booska muhiimka ah ee dhacdo qeyraadka iyo ilaha dhaqaale sida beeraha kalluunka iyo macdanta iyadoo aan awood u leenahay inaan xal u noqono dhibaatooyinka cunto yarida ee taagan balse ay taasi aasaas u tahay xal u helidda deynta iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira dalkeena dhanka arrimaha bini'aadamnimada idinkama qarsoona xaaladda adag ee geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka jirto tan ugu daran dhibaatada abaaraha iyada oo muddo xilaadkii roobku uusan curan shan xilli roobaad oo xiriir ah taasi oo sababtay in xoolihii ay leedaan maadaama ceelashii gureen wabiyadiina qallaleen haatan waxaa malaayiin ka mid ah shacabkaygu ay la nool yihiin cunto yari aad u daran gaar ahaan carruurta innaga oo ka cabsi qabna in xaaladdu ay ka sii darto oo isu beddesho macluul qaar ka mid ah gobollada dalka innaga oo sii wadna dadaalka ku aadan ka hortaga nabaad guurka isbeddelka deegaanka iyo cimilada waxaan markii ugu horeeyay aasaasnay wasaarad ka shaqeysa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada si aan xal ugu helno dhibaatooyinka soo laalaabtay ee abaaraha daran iyo fatahaadaha xoogan kuwaasi oo ay sababeen kaabayaasha dhaqaale ee wabiyada oo duugoobay si aan dhammaan arrimahan xal ugu helno waxaan diyaarinay qorshayaal miradhal ah oo aan rajaynayno inay nagu garab siiyaan dawladaha carbeed ee aan walaalaha nahay dhanka siyaasadda waxa xaqiiqa ah dadka Soomaaliyeed waa ay ka gudbeen isku dhacyadii military ee la xiriiray arrimaha siyaasadda iyo in xukunka lagu raadiyo qori caaradiis sidaasi oo ay tahay hanaanka siyaasadeed iyo horumarinteedu waxay qaadanaysaa waqti waxayna u baahan tahay dadaal wadatashi iyo wada xaajoodyo ku saleysan danta guud iyo midnimada ugu dambeyn waxaan adkaynayaa in aynu midayno dadaalada ku qotoma qadiyadaha dalalkeena innaga oo iskaashanayna wada tashanayna isna taakulaynayna Alla waxaan ka rajaynayaa inuu na waafajiyo wixii qeyr ah naguna garab istaago sida aynu uga saari lahayn dhibaatooyinka ay la nool yihiin shucuubaheena carbeed si ay u gaaraan horumar ballaaran xasilooni iyo barwaaqo waxaan u mahadcelinayaa madaxda meertadan iyo xogayaha ururka jaamacadda carabta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan muhiimka ah wadimtum fi aunillahi wa xifdihi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadimtum fi aunillahi wa xifdihi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu